صباح الخير والمحبة مشاهدينا وين ما تكونون، إن شاء الله يومكم طيب ونهاية أسبوع طيبة عليكم. صباح الخير. مو قلتي راح أختصر وهذا وتحشين علي ولا تحشي بطيء ولا تحشي بس وايد. بس أنا دائما تصبحي على الناس هيك سريع. صباح الخير، شلونكم عيني؟ هيك؟ بس؟ نبلش برنامجنا ويسعد كل ايامكم واوقاتكم. تربينا وتعلمنا من الطفوله، هاي طبعا السرعه اللي تريدها، انه اي عمل شريف هو مصدر فخر لصاحبه مهما كان بسيط ومتواضع، والشخص اللي يعتمد على نفسه ويتعب من اجل عائلته هو شخص يستحق الاحترام والتقدير. كلش سريع، زايد عن اللزوم. ويا تعقد الحياه وسوق العمل وكثره المنافسين، صار كثير من اصحاب المهن والحرف يتفننون بالدعاية لشغلهم حتى يكسبون أكبر قدر من الزبائن، وأيضا ظهرت وظائف جديدة وغريبة. راح نسولف عن هذا الموضوع ومواضيع أخرى، بس خلينا نروح للعناوين. التذوق بوصفه وظيفة، مهن مريحة تعتمد على الحواس من بينها الأكل. ونتعرف أيضاً على أكثر الدول جذباً للسياحة حول العالم. بعد تزايد الإقبال على مشاهدة المسلسلات، هل فقدت السينما ألقها وتأثيرها؟ ما هي الألوان والتصاميم والإضاءة الأكثر مناسبة لغرف الأطفال؟ طبعا اكو هواي ناس يبيعون مأكولات شعبية وخاصة بالاسواق والمناطق الشعبية، ويختلف طعمها من شخص لاخر، وهواي ناس متعودين على بائع محدد لانهم متعودين على طعم اكله وخاصة الفلافل اللي يصنعها. اليوم راح نبدي ويا احد البائعين الشباب بمنطقة الشعب ببغداد، واللي عنده طريقة شوية مختلفة وطريفة يستقبل بها الزبائن ويرسم البسمة على وجوههم من يبيع لهم الفاتمة الفلافل. طبعا المميز به انه اضافة الى طريقته الطريفة، زي اللي يرتدي يعني القاط والربطة واحيانا بدلة الشيف، واضافة لعمله انه نكهة لطيفة يضيفها هو دائما. هيك اضافات لعمل موجود منه هواية راح يميز صاحب العمل ويخليه محبوب، خاصة اذا كانت هذه الاضافات طريفة. أتوقع هذه الفكرة مأخوذة من الأتراك، لأن الأتراك بدأ الشيف يتميز هناك، أو صح أصحاب المحلات الصغيرة. والأجمل بالموضوع أنه هو، أنا أعتبره هذا من جانب تقديره واحترامه للوظيفة أو للعمل اللي يقوم به. ومن الوظائف الغريبة والموجودة من عصور قديمة لكن بدأت تنتشر بالعقود الأخيرة هي وظيفة المتذوق. هذا الشخص وظيفته يتذوق الطعام في المطاعم الكبيرة والمعامل حتى يقرر مدى جودة الطعام وطعمه، وهل هو مناسب أم يحتاج إلى بعض الإضافات. هاي فرش شغلة يذوق. بين العمل الشاق حول معدات البناء وإلى القيام بالواجبات العسكرية وحتى الأعمال المكتبية المملة والمتكررة، لطالما ارتبط العمل بوصفه وظيفة بالرتابة والروتين وربما حتى الملل، حتى يحين وقت استراحة الغداء حيث يعود النشاط من جديد متأملاً ما لذ وطاب. ولكن ماذا لو كانت وظيفتك هي أن تأكل وتعطي رأيك بالطعام؟ بحسب موقع سالوري اكسبرت المختص بشؤون الوظائف والعوائد المالية المترتبة عليها، فأن متذوق الطعام هو الشخص الذي يقوم بزيارة المطاعم، الفنادق والمؤسسات الأخرى التي تقدم وجبات لمرتاديها، حيث يقوم بتذوق طعامهم ثم كتابة ما يشبه التقرير يشرح فيه نوعية الطعام إلى الصحف المحلية والمواقع المختصة بتقييم الأطعمة. يحصل متذوق الطعام على عائد سنوي يفوق 48,000 دولار سنوياً للمبتدئ،
ممن لم يكمل 3 سنوات في عملية التذوق، فيما يحصل المتمرس الذي تعدى 8 سنوات على ما يزيد عن 78,000 دولار سنوياً، مما يجعلها واحدة من أكثر الوظائف راحة. لا يتوقف الأمر عند التذوق، ففي العادة تكون الوظائف التي تعتمد على الحواس من أكثرها راحة ونفعاً مادياً مقارنة بالأخريات، حتى التي تدخل في مجال إعداد المواد التي يتم اختبارها من قبل مختصي الحواس. فهنالك الأفراد الذين يملكون حاسة شم متفوقة مثل المصابين بحالة الهايبروميسيا التي تؤهلهم ليكونوا مختصين في تحديد نقاء العطور، وآخرين يملكون سمعاً حاداً يعملون من خلاله على تحديد أنماط الصوت وجودة الأدوات التي تنتجه، وغيرهم بنظر حاد ولمس حساس يعولون عليها بأشكال متعددة وحسب المنتجات التي تتطلب مهارتهم. طبعا اكو تخصص ثاني غير موضوع تذوق الطعام، انه اكو نوع من السياحه معروفه جدا حول العالم ويمكن انتم تمارسوها بحياتكم اليوميه ايضا، واللي هو سياحه الطعام. طبعا اكو مواقع معينه مختصه بسياحه الطعام، يعرف هذا النوع من السياحه انه هي بكل بساطه اي رحله تقوم بها خارج حيك السكني بغية الوصول إلى مطعم أو مؤسسة تقدم الطعام تحبه وتروح له فقط حتى تتذوقه. طبعا سياحة الطعام هذا تعريفها البسيط، لكن هي تتوسع. طبعا في توسع بهذا الموضوع عموما، حتى يعني تعنى بالاهتمام بتناول الطعام خلال السفر بأماكن معينة أو حتى السفر بهدف تجربة هذه الأطعمة. مطاردة الطعام هي أنواع السياحة، أحد أنواع السياحة اليوم، تعد أيضا أحد أهم أعمدة السياحة، خصوصا بالدول النامية اللي تتميز بالعادة بوجبات طعام خاصة. الموقع صنف الطعام كثالث أهم عامل بالسياحة بعد الطقس والمناظر الطبيعية والبشرية، وأتوقع عند العراقيين إحنا هالقد ما نحب الأكل ونحترم وجوده بأي تجمع، يمكن هو بالمرتبة الأولى يكون عندنا. بالمرتبة الأولى عند ما تروحين للبلد، يعني صح. من تروحين البلد اختيارك للأماكن اليوم اللي راح تتوجهي لها يعتمد على أن هذا المكان عنده أكل طيب أو لا. فعلا، وأكو مواقع مختصة بسياحة الطعام، وهذه موجودة بمعظم الدول اللي بيها سياحة قوية، تقدم نصائح لتجربة وجبات معينة بمطاعم معينة، وهذا أيضا تسويق لسياحة الطعام. حتى الفنادق اللي يروحون إلها السياح أثناء السفر أحيانا بيها كتالوج تعريفي بالمطاعم القريبة صح. وما تقدمه، وهذه التجارة هي مو بس جزء مهم من السياحة، وإنما هي وجهة سياحية بحد ذاتها. ومن الولع بالمطاعم إلى الولع والاهتمام بالآثار، أهمية المواقع الأثرية هي مو بس معنوية للشعوب أو علمية للبحث عن تاريخ هذه الحضارات وشلون عاشوا أهلها، لكن أيضا توفر شيء آخر مميز، وهو إثراء الملكة المعرفية الأدبية بما تملكه من حكايات وقصص وفولكلور شعبي مميز. بالإضافة لهالشيء هي تقدم أيضا نظرة مو بس إلى حياة الأسلاف، لكن طريقة تفكيرهم. ممكن أفضل تعبير عن وعي هذه الفترات الزمنية هي الأساطير والقصص اللي تركوها خلفهم واكتشفناها بعدهم، لكن هذه الأساطير هي مو بس ميثولوجيا، أحيانا فيها الكثير من الأساسيات المقتنعة لدرجة أنه ما زالت تتداول لهذا اليوم وناس كثير مقتنعين بها. من هاي الأساطير اللي ما زالت مستمرة هي الأصل الفضائي للحضارات القديمة، اللي تقدم فكرة أنه الآلهة القدماء اللي كانوا معبودين من حضارات مثل الرافدينية والإغريقية وحتى الفرعونية هم بالحقيقة مخلوقات فضائية ساهمت ببناء الحضارات القديمة.
وعلى جنون هذه الأسطورة مثلا، لكنها ما زالت موجودة. آخرين يقولون أنه أكو سبب غامض وغريب، مثلا أنهى حضارات العصر البرونزي، ولحد الآن علماء الآثار ما قدروا يشخصون سبب انقراض الحضارات على شواطئ البحر المتوسط خلال الحقبة البرونزية. طبعا بالعادة أي معلومة منقوصة وغريبة أو صعب تخيلها يتم تفسيرها بشكل أو بآخر بأسلوب الخرافة أو الأسطورة، وأكو يعني علم خاص هو الميثولوجيا القديمة اللي هي وفرت مادة عن هذه الأساطير بمقدمة من أدبيات أحياناً غريبة بما تكفي عن الوصف. المواقع الأثرية هي في مقدمة الوجهات اللي تجتذب السياح حول العالم. في التقرير الجاي راح نتعرف على أكثر الدول جذباً للسياحة حول العالم. لطالما كان الهدف من السياحة والسفر هو المتعة والاستكشاف ومعرفة عجائب دول العالم ونشر الثقافات المختلفة بين شعوبها. وعلى الرغم من صعوبة الوجهات السياحية لقضاء عطلة سياحية مثالية، فإن هناك مجموعة من الدول تعتبر الأكثر جذباً للسياحة حول العالم. تأتي فرنسا في مقدمة هذه الدول، وهي رائدة السياحة على مستوى العالم، ولديها الكثير لتقدمه لكل الزائرين. وفقاً لدليل لونلي بلانت السياحي، وحلت الولايات المتحدة الأمريكية خلف فرنسا كأكثر دولة سياحية في العالم، وتضم أماكن سياحية عدة تجذب السياح لزيارتها، مثل جراند كانيون وحديقة يلوستون الوطنية وعجائب ألاسكا شبه القطبية وشواطئ هواوي. وفي المركز الثالث جاءت إسبانيا، وهي من بين أكثر الدول سياحة في العالم، وتساهم بما يقرب من 11% من النتاج المحلي الإجمالي الوطني للبلاد. وحلت رابعاً الصين من بين أكثر الدول سياحة في العالم لزيارة سور الصين العظيم وجبال فيفر المقدسة ومعبد شاولين وشلال هوانغشو والمضائق الثلاثة وغيرها. في حين جاءت إيطاليا خامساً ضمن أكثر الدول سياحة في العالم، وتتميز بأنها أكثر الدول التي تمتلك مواقع تراثية على مستوى العالم. فيما جاءت تركيا في المرتبة السادسة التي يأتيها السياح لزيارة العديد من الأماكن والمواقع التاريخية والثقافية والأثرية، فضلاً عن المنتجعات الساحلية الساحرة على طول السواحل البحرية. أما في المركز السابع كأكثر الدول سياحة في العالم فقد حلت ألمانيا، والتي تعد السياحة الثقافية هي الأكثر رواجاً وشعبية فيها، كما جاءت بعدها المملكة المتحدة ثم روسيا وتايلاند. طبعاً واحد من يشوف هذه التقارير يقود الموضوع إلى آثار العراق وبالمتاحف الغربية اللي تستقطب ملايين السياح على مدار العام، في مقدمتها مسلة حمورابي اللي تحمل واحد من أقدم النصوص التشريعية في تاريخ البشرية، وكانت قانون يعتمد عليه وتعتمد عليه أيضاً الإمبراطورية البابلية في حياتها اليومية. هذه المسلة موجودة اليوم في متحف اللوفر في باريس، وتحتوي على 282 مادة تعالج مختلف الشؤون بالحياة الاقتصادية والاجتماعية، وهي على جانب كبير من الدقة لواجبات الأفراد وحقوقهم بالمجتمع، كل شخص حسب مسؤوليته ووظيفته. طبعاً الحديث أكثر عن هذه المسلة وما تتضمن من قوانين، ويانا بالاستوديو الباحث الآثاري علي بن أيان. مساءً بيك، صباح الخير علي. صباح الخير عليكم على مشاهدينكم، وشكراً للاستضافة. شكراً. أنت بما أنه باحث آثاري، هذه التفاصيل أو كلمة آثار شنو تثير عندك أو شنو تشوف بمخيلتك من هذه الكلمة؟ يعني الآثار هي ماضي لكل بلد، محل اعتزازه وانتماء للأرض الذي يسكن عليها. زين، أنت ما تقودك إلى منطقة معينة، إلى زاوية معينة، أو سواء كان بعيدة أو قريبة؟ بالتأكيد كل إنسان حسب الأثر اللي موجود بمنطقته أو ببلده بصورة عامة، نعم، يتوجه إلى ويكون اهتمامه به أكثر. حلو. من غير، خلينا نحكي شوية على المسلة وشنو تتضمن هذه المسلة من قوانين. بل
طبعا قبل المسله خلينا نتكلم شويه عن حمورابي او عصر الفتره الزمنيه اللي ظهرت بها المسله. طبعا يسمى العصر بالعصر البابلي القديم. حلو. طبعا مقسم الى قسمين، قسم الدويلات وقسم الامبراطوريه. طبعا الامبراطوريه اللي اسسها الملك حمورابي وتوحيد يعني الدوله في امبراطوريه واحده. حمورابي يعد الملك السادس لسلاله بابل الاولى. طبعا كتب القوانين طبعا بحسب الامبراطوريه. شنو حدودها كانت؟ حدودها طبعا مجموعه ممالك سيطر عليها واخضعها الى حكمه، تمتد من مدينه ماري في سوريا والى جنوب العراق والى الشرق منطقه عيلام ايران الحالي، يعني شبه الحدود العراقيه او المنطقه الموجوده حاليا. زين. بل فقوانين حمورابي تتكون مثل ما ذكرتوا من 282 قانون، ويقال انه احتمال كانت تتكون من 300 مادة قانونية، لكن بعض الحذف وحدث فيها تعديل. تخريب. نعم. اخفت مجموعة قوانين. زين، شنو تتضمن هذه القوانين؟ المضامين القوانين الحمورابي اختصت بالقتل والاعتداء والطلاق والتبني والزراعة ومواضيع متفرقة أخرى. اللي يقرأ يعني الإنسان كان هيك عنده هذا الذكاء. هو ده أريده هذا نفسه. يعني اللي يقرأ هذه الأشياء يحس إنه هي مو فد يعني بعصر قديم مثل ما هذه آلاف السنين. يعني يتخيلها إنه متعايشة ويا الوضع الحالي. بالتأكيد طبعا كل فترة زمنية أو عصر وصل من التطور، يعني ما نقدر نقيسه أنه هو هذا عصر قديم، لكن هم كان عندهم تطور، اهتمامات، علماء بالفلك، بالرياضيات، بالقانون وغيرها من مجالات الحياة الأخرى. زين، فعلا خلينا شوية نحكي أسئلة يمكن ترضي فضول الإنسان العادي مو المختص. هل فعلا كانوا الناس بذلك الوقت يمتلكون مقاومات بدنية مختلفة، جسمانية، عقلية مختلفة؟ لأنه الإنجازات اللي نقراها في ذلك الوقت هي مو إنجازات إنسان بدائي أو إنسان عايش بالصحراء. لا، هي ما نقدر يعني احنا نحكم، لا احنا شلون نقول معايشين وياهم حتى، ولكن بشر حال البشر. بلي، ولكن نتاج يعني اي يعني الحاجه هي ام الاختراع، فكان يسعون ويجتهدون ويعملون كذا مواضيع توصلون انجازات الحاجة. يعني متميزه اليوم الانسان الطاقه البشريه يعني مو فد شيء هين. يقدر كل انسان انه يعمل. كبر الامبراطوريه وقوتها تعاظمها يؤدي الى انجازات كبيره. احجام البشر جسمانيا يمكن كانت ما مختلفه، اعتقد يعني تختلف عن الشكل نوعاً كبير ما. عن نوعا ما. مو هنا هذا الموضوع ما اجى من فراغ للشيء، اريد يعني اكو تفاصيل بكل البنايات، كل الاثار اللي موجوده، اكو تفاصيل ودلالات على هذا الموضوع. على العموم يعني حتى من حيث تعامله مع الحيوان من بقوه، واكو يعني توازن بهذا الموضوع، وكان هو اعتماده على هذا الموضوع. هسه احنا نتجاوز هذه التفصيله ونروح ندخل الى هذه القوانين. هل هي كانت قوانين صعبه؟ هل هي كانت قاسيه؟ لو شلون توصفها؟ طبعا هي قوانين تتسم بالقسوه على عكس القوانين السومريه اللي سبقتها، اللي كانت تعتمد الديه او التعويض. يعني القوانين البابلية كان بها القتل، يعني تبدأ طبعا القانون بأداة الشرط، إذا فعل كذا فعل فيعاقب بكذا عقوبة، منها القتل، قطع اليد، الرمي في النهر، سمل الأعين، هاي كلها قسوة. يعني مباشرة تعتمد نظام السن بالسن والعين بالعين. إذا هذا العنف متجذر اللي نعيشه اليوم يمكن. ليش برأيك هيك كانت؟ طبعا هي احنا مثل ما قلت لك انه الحاج وام الاختراع، فلما يجي بقوانين قاسيه اكيد كان الوضع بالمجتمع يتطلب هيك قوانين. هناك علماء يقولون انه هذا ما تطبقت بالحياه اليوميه، كانت مجرد يعني شلون نقول تخويفيه حتى للشعب، وكانت توضع في المدن امام تمثال الملك حمورابي. زين، هنا اريد هسه هذه اللي بيها قسوه، اكو كانت قوانين غريبه؟ يعني من القوانين اللي قاريها حسها غريبة، يعني أنا بوجهة نظري قانون السحر، يعني إذا شخص اتهم شخص ثاني بقضي إنه هو مسوي له، يعني في المعنى العام نقول مسوي له سحر،
بس ما قدر يثبت هذا الشيء. فالمتهم يرمونه بالنهر ويبقى هو إله النهر أنه هو ينجيه إذا كان بريء، وما ينجيه إذا يغرق بالنهر إذا كان مو بريء. هاي معناته أي أحد واحد يضوج من شخص يقول هذا مسوي لي سحر حتى يخلص منه. بس هو الغاية شنو؟ لما يذبونه بالنهر، أنت لما تجي تشتكي على شخص وأنت ما عندك دليل فأنت راح تتعاقب. فهذا يحد من يعني الاتهامات الباطلة. صح. ممتاز. إيش قد استمرت هذه القوانين؟ هي القوانين يعني بعد هاي الفترة صارت عندنا قوانين الآشورية، قانون آشور الوسيط القديم، العفو الوسيط والحديث. بعد حمورابي وصلت عندنا وثيقة واحدة قانونية يعني مشت على مواد حمورابي القديمة. لكن قد يكون ما طبقت هاي القوانين أو قد تكون طبقت في جزئياتها. كم سنة بالتحديد؟ بالتحديد يعني ما نقدر نقيس، مثلا فترة حكم حمورابي اللي هي استمرت تقريبا من 1792 إلى 1750. جميل. خلال قد تكون خلال هاي الفترة الزمنية. زين. أوكي. حلو. زين. هسه إحنا هذا كل الكلام عن مسألة حمورابي وإحنا دائما نذكرها. بلي. وما أعتقد أكو عراقي ما يذكر هذا الموضوع. طبعاً. هل هناك شيء مشابه لهذه المسألة؟ لا، كشكل المسألة ما أعتقد كان موجود كشكل. لكن قوانين اجت بعدها، قوانين مجموعه قوانين. لكن بالصياغه اللي كانت موجوده بقوانين حمورابي كانت فريده من نوعها. قلت لك اللي هي تعتمد نظام الجمله الشرطيه، اذا شخص فعل كذا فعل فيعاقب كذا فعل، ودائما كانت تنتهي بالفعل المبني للمجهول اداك الاكدي بمعنى يقتل. اوكي. زين الانظمه تفصيلها يعني انت تحيرني بيها. بلي. يعني هاي الاشياء وهاي القوانين صار اكو فجوه، اكو فراغ بيها وراء بعد هذه المرحله لو شنو؟ لا بالتاكيد اي يعني كل يعني هذه مرحله متطوره تعتبر. طبعا بيها قوانين وبنايات وكل شيء بيها متطور. بلي. وبعدين احنا نجي لحقبه تاريخيه نشوف انه كل شيء ماكو بابل. لا ولا لا موجود اصلا بهذه. لا بابل استمرت. اي استمرت طبعا احتلال وسيطره، وبعدين ترجع الى حكم. يعني صار عندنا بابل الاولى، سقطت بابل الامبراطوريه البابل على يد الحيثيين، صارت اجت الكيشيين الاحتلال الكيشي، بعدها اجت الكلداني او عصر يسمى بالعصر البابلي الحديث. كانت استمرار يعني هسه اللي جاي بابل اللي جاي نشوفها هي بابل نبوخذنصر العصر البابلي الحديث استمرت. لكن بعد سقوط بابل بدات بالانحدار تدريجيا والاضمحلال. زين الأنظمة التشريعية الحديثة إيش قد نستفيد من قوانين هذه المسألة، وهل أكو جزئيات داخلة بالقانون اليوم؟ طبعًا هي كل القوانين الحديثة راح أكيد راح تنبني على قوانين أقدم، لكن تأخذ كأساس وتوضع يعني ما تحتاج إليه وما يتطلبه العصر الحديث. يمكن مفضل من التشريع الديني أكثر. طبعًا. بس هذا مو يعني موضوع طبيعي، بس المفروض أكو أساسيات لهذا الموضوع. يعني اكيد هي الاساسيات لازم موجوده، كل يعني موجود الاساس نجي كعصر حديث نبني مع متطلبات العصر الموجود احنا فيه. انت لو شويه تفصل لنا، ده احسك بخيل بمعلوماتك علينا. بالضبط. لا مو قانون تجاوب اجوبه كلش قصيره. هو هيك لازم يكون. لا مو هيك لازم يكون. احنا عندنا فضول نريد نعرف، والانسان عادي يريد يعرف. تعرف احنا بس نسمع تاريخ صراحه، بس نسمع تاريخ قديم يعني ما كل شيء يصير عندنا هذا الفضول. التاريخ والاثار. نعم قلت لك انه القوانين لابد انه رجعت للقوانين، مثلا نظام السن بالسن والعين بالعين. هذا تقريبا كشلون نقول عباره او يستمد منها القوانين، نقدر نقول انه نظام كل شخص لازم جزاء انه يعاقب. هذه تعتبر القوانين اللي خاصه بالجرائم وخاصه بهذا بالمشاكل. احنا بالاضافه الى المساحات الزراعيه مثلا او الطلاق او التبني كان يوضعونها قوانين خاصه، مثلا كل قضيه قانونيه كانت تعالج قانون خاص لها. مثلا احكي لنا على قانون الزواج في ذلك الوقت. الزواج يعني يتعلق بزواج مثلا يعني شلون المهر، شلون كان يتم الزواج، شلون يعني هل المهر على الرجل او المراه، يعني شلون كانت هذه اليه التفكير ذاك الوقت. بالتاكيد يعني هاي الامور كلها موجوده، بناء البيت، بناء يعني تبني الاطفال، شلون يعني تربيتهم، فعلى الزوج هاي كانت تكون بالاتفاق بين الزوج والزوجة. يعني كان أكو اتفاق في ذاك الوقت؟ طبعاً اتفاق أكيد. مسألة إنه الزوجة الثانية يعني شلون تتطلب. ها كان أكو تعدد أزواج؟ لا مو ما نقدر نقول شيء بهالروح بهذا الاتجاه، ولكن أكو قوانين تحدد للزوج وللزوجة
اكو قوانين يعني اجت بعد عصور اخرى، مثلا الزوجه المؤقته اللي كان يعني تكون تظهر عند التجار مثلا يسافرون مسافات بعيده او منطقه الى منطقه، ظهرت هكذا امور. حلو ماشي، احنا كلش نشكرك بس بنفس الوقت نعتب عليك ايضا لان يعني ما انطيتنا هوايه معلومات. ان شاء الله على الحلقات الجايه او على يعني بيها هدف او شيء ما اعرف يعني، او شلون واحد مثلا احيانا الفنانين ما يريدون يكشفون كل الاوراق حتى ما يحرقون المعلومات كلها. مرات اكو مواضيع يعني المهم احنا نشكرك نشكرك ونتمنى لك كل التوفيق بهذا. شكرا جزيلا. شكرا. فاصل قصير وراجعين لكم. طبعاً هواية أكو أفلام عن الحضارات القديمة وأفلام تاريخية عن أحداثها رغم قلتها حول حضارة وادي الرافدين، وهالشيء جدير صراحة بالاستغراب، يعني ليش ماكو أفلام توثق هذه الفترة من الزمن؟ فعلاً الموضوع بصراحة ذكرني إذا سوينا أفلام عراقية نعوض بها عن النقص بالمحتوى الفيلمي عن الحضارة وخاصة وادي الرافدين، يا ترى راح نسميه بالعربية العامية العراقية لو ايضا بالانجليزي. طبعا هذا الشيء يمكن راح يصير شويه غريب. اكو صانع محتوى شاب عراقي اسمه مصطفى بهجت اعاد تصوير البوسترات الدعائيه لاهم الافلام العالميه بلغه عراقيه بيضاء محليه، والنتيجه كانت جدا طريفه. اسماء الافلام شفناها انقلبت راسا على عقب، لكن بصراحه كانت وافيه لمضامين الفيلم وبحيث ينطيك تصور عن الفيلم وأحداثه فعلياً من عنوانه مثل ما مفترض لمتحدثي اللغة الإنجليزية. مؤخراً صدر مسلسل تاريخي من إنتاج نتفليكس وحاز على اهتمام واسع ومتابعة بمختلف دول العالم، مسلسل البرادرة الصادر باللغة الألمانية، ويتكلم عن صراع القبائل الألمانية والإمبراطورية الرومانية. في القرن التاسع الميلادي وعلى حافات العالم الشمالية كانت ثمة حشود عسكرية تتوالى استعدادا لصدام مرتقب بين جنود أكبر قوة سياسية وعسكرية في العالم وقتها، وهي الإمبراطورية الرومانية ومجموعة من القبائل المتفرقة ضعيفة الشأن التي تعودت على الخضوع لهذه الإمبراطورية ودفع الخراج لها. وفي لحظة من الزمن وتحت وطأة ظروف تهيأت لها، قررت قبائل الجيرمان التي كان الرومان يطلقون عليها اسم البرابرة تحدي جيوش الإمبراطورية وخوض الصدام معها، فكانت معركة غابة تويتبورغ التي انتصر فيها أصحاب الأرض على الغزاة الرومان. يحكي المسلسل قصة أرمينيوس الطفل الجرماني الذي سلبه الرومان من والده زعيم إحدى القبائل الجرمانية وتربى في قصور روما وخاض حروبا باسمها في العديد من البقاع، إلا أن دماءه الجرمانية تحركت في عروقه أخيرا وقرر أن ينتصر لقومه، وبدأ في جمع شتات هذه القبائل المتفرقة التي لم تعرف ملكا أو حكما مستقرا من قبل. وضمن الحبكة سنتعرف على ثوسنيلدا الحسناء ابنة زعيم إحدى القبائل، وفولكوين المقاتل الذي لا يشق له غبار، بالإضافة إلى الحاكم الروماني فاروس والذي يعتبر نفسه مؤتمنا على نقل حضارة روما إلى تلك الأصقاع الخيالية من المدينة. يستعرض المسلسل حياة الجرمان القدامى وهم أسلاف الشعب الألماني الحالي الذي تربطه صلات قرابة عرقية ولغوية بالعديد من الشعوب الأوروبية كالإنجليز الهولنديين والإسكندنافيين وغيرهم، ونتعرف من خلال المسلسل على المعتقدات الدينية لهذه القبائل وطبيعة حياتها الصعبة وشفف العيش الذي كانت تعانيه وكيف كان يأكل بعضها بعضاً حتى حانت اللحظة التي توحدت فيها وقررت مواجهة جلاديها والثورة عليهم. والمسلسل ناطق بالألمانية ومن إنتاج شركة نتفليكس،
ويبلغ عدد حلقاته 6 حلقات، ومن المقرر كما تتداول بعض المصادر المقربة من الشركة أن تنتج الشركة أجزاء لاحقة لهذه السلسلة لتكون شبيهة بسلسلة الفايكينج وغيرها، والتي حظيت بأرقام مشاهدة مرتفعة حول العالم. طبعا الاقبال على المسلسلات الاجنبيه ارتفع بالسنوات الاخيره، يمكن حتى على حساب الافلام، واكيد صار لها جمهور واسع ومتابعين بكل مكان، خاصه ويا ظهور تطبيقات للسينما والدراما. حتى نسولف اكثر عن هذا الموضوع ويانا عبر الهاتف الناقد السينمائي فراس الشاروط. صباح الخير. صباح الخير دكتور. صباح الخيرات على شباب المشاهدين جميعا. اهلا وسهلا بك دكتور. شنو علاقتك بتطبيقات السينما اللي موجودة الآن؟ يعني علاقتي مثل أي واحد عاشق للسينما إنه لازم أتابع كل ما هو جديد على الساحة، ما يصدر من أفلام ومسلسلات وكثير من الأمور اللي ممكن أن تصل بالوعي الثقافي عندي أو عند المشاهدين أو المتلقين جميعا. جميل. بالنسبة لليوم هذه التطبيقات سهلت على الناس كلهم الوصول إلى الأفلام أو المسلسلات، وبالفترة الأخيرة انتشرت المسلسلات وأثرت أيضا على جمهور السينما، شلون تشوف هذا التأثير؟ لا يعني ممكن أختلف وياك بهاي النقطة. نعم. إنه السينما تبقى سينما، التلفزيون تلفزيون. ممكن أنا منحاز شوية إلى قضية السينما أكثر من التلفزيون، لكن من الطبيعي تعرف ان التلفزيون اصبح من الوسائل المهمه في اي بيت، واعتقد انه هذه المساحه اللي اخذها التلفزيون في لا انا ما اقصد على التلفزيون، انا احكي بين بين المسلسل والسينما والفيلم. والمسلسل اصلا صار هو عباره عن افلام مجموعه مع بعضها حتى تكون مسلسل. نعم وياك يعني هي ايضا تصويرها سينمائي، وانا ما داعش على التلفزيون نهائيا على شكل اجزاء يعني. فاهم النقطه، بس احاول اوضح لك يعني اي انه صحيح التقنيه الان التقنيات الحديثه اوصلت المسلسلات التلفزيونيه الى مستوى عالي جدا بحيث تضاهي الكثير من الافلام السينمائيه، وتعرف انه السينما تبقى هي سينما، يعني المشاهد عندما يشاهد فيلم سينما تختلف كثيرا نظرة عندما يشاهد مسلسل تلفزيوني. مع ذلك المسلسلات بشكل أو بآخر وصلت إلى مرحلة كبيرة جدا من النضوج الفني، سواء على صعيد التقنية أو على صعيد الإخراج أو حتى على صعيد الأداء التمثيلي، لكن هذا ما يمنع أن السينما تبقى سينما. فعلا هي سينما تبقى سينما. شنو أكثر المسلسلات اللي تستقطب العراقيين بشكل عام باعتقادك؟ اعتقد ان المسلسلات اللي تتناول احداث تاريخيه والمسلسلات اللي فيها الكثير من الاكشن، يعني الكثير من الحركه، الكثير من الايقاع السريع، المونتاج السريع، وهذا يعني طبيعه الحياه اليوميه عند ليش عند المشاهد العراقي، يعني ما عند المشاهد العالم بشكل عام، الحياه اصبحت بشكل سريع، المشاهد ما يتقبل بشكل او باخر يرى مسلسل ذات ايقاع بطيء او ايقاع ياخذ من عنده مساحه زمنيه طويله، لذلك العين الان العين البصريه تذهب الى ما هو سريع بشكل او باخر. طيب بما انه انت منحاز للسينما، خلينا نسولف على الفيلم وجو السينما، يعني هل الفيلم ممكن انت تشوفه بالموبايل بشكل طبيعي؟ لو هو الفيلم المفروض مكانه الحقيقي للمشاهده هي السينما. لا 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 لا، يعني من الجرم الكبير ان تشاهد فيلم على الموبايل او حتى على شاشه التلفزيون. نعم. السينما الحقيقيه ان تشاهد الفيلم في قاعه عرض سينمائي. وهذا هو المكان الحقيقي للفيلم السينمائي. صحيح. جميل جميل. زين، شنو ابرز مسلسلات هذا الموسم؟ فاذا شوي نرجع على الموضوع المسلسلات اللي لاقت اقبال جماهيري برايك. والله حقيقة يعني اعتقد انه مسلسل تشيرنوبيل اخذ مساحة زمنية عند المتلقي العراقي والعربي بشكل عام.
هذا المسلسل اللي يتناول احداث المفاعل النوويه التي ظهرت في الاتحاد السوفيتي وانفجارها للمفاعل النوويه، وكذلك ان المسلسل لم يكن طويل زمنيا، يعني كل حلقاته التي تتجاوز 7 حلقات، فاعتقد انه هذا المسلسل حقق نجاح كبير جدا في الساحه العربيه. طبعا احنا راح نشوف هسه اكو لقطات تطلع، راح تطلع ايضا الان على الشاشه، هذه اللقطات مهمه جدا. واكو مساله مهمه اريد اذكرها، انه انت ذكرت المسلسل وربطته دائما بالتلفزيون، اليوم المسلسل هو ما مرتبط بالتلفزيون ابدا، المسلسل دي يصير عبر مواقع مختصه بالانتاج السينمائي اصلا، وارتبطت بهذه المواقع، ويمكن هي اصلا اكو فد شيء جديد دخل على السينما او على الدراما او على كل هذه المسميات. هنا نريد نعرف هل اليوم احنا استغنينا عن وسائل العرض بوجود هذه المؤسسات او المنصات؟ نعم، بشكل او باخر اعتقد انه هذه المنصات اللي تستغني يعني عن الكثير من الامور المتاحه للمشاهد خصوصا التلفزيون. لعل الان اصبح بصر الامتياز، وسائل التطبيق الاجتماعي تكاثرت، وممكن مستقبلا ان نشاهد يعني في الجو في الهواء، ممكن ان نشاهد يعني شاشات ممكن ان نتابع بها كل الاحداث اليوميه اللي تمر بحياه الناس. زين، برايك تقنيات التصوير والمونتاج المستخدمه بالمسلسلات يعني يمكن فاقت بعض الاحيان تصوير السينما، لانه هي ايضا تتصور بامكانيات عاليه وبامكانيات اصلا سينمائيه. نعم، يعني في كثير من الاحيان انه حتى الكثير من المخرجين السينمائيين بداوا في يعني في الاونه الاخيره يتجهون ايضا الى صناعه مسلسلات تلفزيونية وإلى صناعة إعلانات تلفزيونية، والمساحة اللي انطتها شبكات التواصل الاجتماعي والتقنيات الاجتماعية بدأت تأخذ حتى المخرجين إلى مساحات أوسع من السينما أن يذهبوا لتصوير فعلاً مسلسلات تلفزيونية أكثر مما كانوا ينتجونها في السينما. فعلا أنا كلش أشكرك، وطبعا هذه المعلومات المهمة اللي ذكرتها، واكو ايضا هو احنا بالنتيجه المسلسلات خلينا نقول الاليه اللي صورت بها هي ايضا سينمائيه من ناحيه الفريم ومن ناحيه الصوت والصوره ومن ناحيه كثير تفاصيل تقنيه لها علاقه بالسينما ما لها علاقه بالتلفزيون نهائيا. احنا شكرا لك على هذا التواجد اليوم ويانا. الفن مو بس بالسينما والتلفزيون، حتى بالديكور والتصاميم الجميله والمميزه داخل بيوتنا وخارجها. أكيد كلنا نبحث عن توفير مساحة للأطفال داخل بيوتنا ينامون بيها ويلعبون حتى يكتبون بيها الواجبات المدرسية وغيرها، وبعد كورونا انفرض علينا أن نوجد مساحة ترفيهية أكبر للأطفال داخل البيوت. طبعا هالمساحة اللي تتكلم عنها أريج للأسف انفقدت داخل كثير من بيوتنا بسبب صغر مساحة البيوت أصلا، ولذلك نشوف الديكور الحديث بكل العالم مو بس بالعراق صار يختزل أو يختزل المساحة في سبيل توفير تفاصيل أكبر. بالضبط، يعني نشوف الصور اللي دا تنعرض شلون الديكور الحديث اختزل بعض الأمور في سبيل توفير هالتفاصيل. والأجمل من كل هذا استغلال المساحة، مثل ما نشوف الوضع شقد مريح بالنسبة لهذه الغرف وشقد بارزة بها تفاصيل حياة الطفل اللي متكرسه على شكل مجسمات والوان واشكال تميز غرفهم بشكل رائع. هواي ناس يسالون عن الالوان المناسبه والتصاميم والاضاءه لغرف الاطفال، خلينا نتعرف عليها بهذا التقرير. صباح الخير مشاهدينا الكرام، مثل ما تعرفون بالسنوات السابقة صرنا نعاني من صغر المساحات بالنسبة لبيوتنا، وصار البعض يهمل غرف الأطفال يا إما ما يسويها
أو ممكن يسويها كمساحات للخزن. لهذا اليوم إحنا راح نقدم لكم فقرة تساعدكم بأنه تستغلون المساحات الصغيرة وتسوون غرف الأطفال ونسوي بها أكثر من نشاط. خليكم ويانا. اخترنا لكم غرفة أطفال لكلا الجنسين مساحتها 3×4، راح يكون تقسيمها مدروس وبها أكثر من نشاط. أول ضلع راح نبلش به اللي هو ضلع السرير. راح نختار سرير طابقين بلون خشبي فاتح، وراح يكون الضلع مالت السرير بنقشة بسيطة حتى نضيف حركة للمكان. الضلع المقابل إليه اللي هو الضلع علي الشباك راح نسوي به نشاط ثاني، اللي هو راح تكون عندنا مجموعة رفوف ممكن الطفل يخلي بيها أوراقه، يخلي بيها الألعاب مالته. الضلع المقابل راح يكون راح نسوي به مكتب. الضلع المقابل راح نسوي به مكتب للأطفال، ممكن يرسمون عليه، ممكن يقرون عليه. والضلع اللي قريب على السرير راح نضيف الكنتور. صار عندنا بهاي الأضلاع الأربعة أكثر من نشاط، ممكن الطفل يدرس، يلعب وينام بهذا المكان. لهذا اختارينا مجموعة ألوان مناسبة لكل الجنسين. اختارينا الأزرق الفاتح، اختارينا الأخضر الفاتح، واختارينا اللون الأصفر. ما نختار اللون الأصفر الغامق لأنه ممكن يكون يضيف للطفل نشاط أكثر. اختارينا اللون الأصفر الفاتح حتى تكون مساحة هادئة للطفل. أيضا الأثاث اختاريناه كله بألوان فاتحة لأنه مساحة الغرفة صغيرة، فالمفروض نختار تكون ألوان الجدران فاتحة وألوان الأثاث لونها فاتح. بالنهاية الإنارة راح تكون عبارة عن إنارة معلقة بالوسط وبالإضافة إلى الإنارة العامة. بقطع الأثاث اللي اختاريناها وبالألوان اللي حددناها بالإضافة للإنارة قدرنا نخلق مساحة مريحة للطفل يقدر يمارس بها نشاطات المتعددة، مثلا ممكن يلعب بها، يقرأ، يرسم، وأيضا ينام. بالنهاية أتمنى تكونوا مستفاديتوا ومشاهدة ممتعة. طبعا كنا نتمنى نشوف النتائج بشكل يعني اوضح بالنسبه للديكور اللي تكلمت عنه، مو بس مجرد الالوان. هذه مشكله موجوده عند كل الناس، مشكله المساحه. مشكله المساحه، ساكو ناس يسوون يعني غرف في السطح، هذا الساندويتش بانل، او يستغلون البلكونات اذا عندهم يعني قاعدين بشقه. في التصميم المفروض تعطينا انت معلومات. مو شوف المعلومات هذه يحتاج لها يعني معادل صوري او فيديوهات حتى تكون اكثر قريبه للمتلقي لا المشاهد. لا مو هيك الموضوع، انت دائما معلوماتك اللي تحبين تطرحيها الاشياء المرفهه والاشياء يعني لا بالعكس ليش يعني شوف التحدي وين. انت اقل مساحه عندك 600 متر تحبين تشتغلين. كلها دعايات فاشله والله. دعايات مغرضه والله. شنو يعني هسه انت برايك شنو المساحة المثالية لغرفة الطفل؟ المساحة المثالية لغرفة الطفل طبعاً هو ماكو في شيء اسمه مثالي. يعني أول شيء أنت على الواقع شنو عندك؟ عندك 3×3 هذا المثالي مالتك، ما تقدر منين تجيب؟ فبما إنه إحنا في وضع البيوت تصغر، مساحات تصغر، فالوحدات السكنية أصلاً صغيرة، فلازم أول خطوة يهتمون بها الأهل إنه يسوون غرفة بألوان فاتحة جدا للطفل حتى أول شيء تعطي مساحة للطفل. زين. بس هاي المساحة يعني الألوان ما تعطي مساحة للعب، مساحة لممارسة الأشياء اللي يحبها. اي اكيد طبعا لهذا انه موجوده مثلا. احنا ليش نتعامل ويا غرفه الطفل لازم تكون صغيره؟ مو صحيح؟ مو قلت لك هو واقع حال، شنو الواقع اللي عندك؟ اي لا مرات يتاثر يعني. لا يعني هسه اكو ناس شو وضعك الحالي؟ شلون الغرف عندك؟ انا غرفه كبيره طبعا. غرفه الاطفال اكبر من غرفتي اصلا. بلعب. لا مو دائما من يبنون يصمم المهندس يجي يصمم، انا كلش هذا يزعجني الموضوع انه من يجي يخطط يسوي مثلا الغرفه مال يلا هاي غرفه اطفال وكانه يعني غرفه مو فد شيء مهم بيسويها صغيره يعني. خاصه اذا عندك طفلين عايشين بغرفه واحده فلازم كلش يعني تحط ببالك انه محتاج انت على الاقل 4×5
اها ممتاز. حتى يكون مساحه للاطفال. ان شاء الله الايام القادمه نسوي لنا هذا. نسوي لكم تخطيط لايف. احنا نشكر متابعتكم لهذا البرنامج ونتمنى نقدم لكم الاجمل والافضل دائما بكل حلقاتنا. اخذوا اليوم استراحه لان باكر جمعه وعيشوا الحياه بشكل جميل يليق بيوم الخميس. مع السلامه. مع الف سلامه.